ومعك ليلى حديبي غادي نسافروا للمدينه اللي فاس الحبيبه ياك العاصمه ديال الصناعه التقليديه والفن والثقافه والجمال ومعنا والجمال اكيد ومعنا سيده مصممه ازياء جاتنا بالجديد ديالها غادي نستقبلوها وغادي نتعرفوا عليها عن قريب. يا سميره صباح الخير عليكم مشاهدينا مره اخرى. معنا مصممه ازياء كيف قلنا قبيله من مدينه فاس. مرحبا بك معنا لالا سهام بوزوبع. انا فرحانه اللي جيتي وجيتينا هذا الصباح من مدينه فاس. نتكلموا على سهام بوزوبع، شكون هي؟ كيفاش بدات في هذا الميدان ديال القفطان المغربي؟ تكلمينا شويه على المسار ديالك في هذا العالم. شكون على اللي عرفتوني الدوزام صباحيه الدوزام وتشكركم بزاف وما كاينش نهار ما تنتفرج فيكم. مرحبا لالا، مرحبا بك وتحيه من خلالك لكل ساكنات مدينه فاس. الله يطول عمرك الله يبارك فيك. اذا هذا واش حب في القفطان المغربي؟ اون باسيون ياك؟ وي سي اون باسيون. وي سي اون باسيون ديالي القفطان. نشوفوا العرض الازياء اللي مقترحها علينا هذا الصباح سهام بوزوبع ونتكلموا ونتعرفوا عليك اكثر. شنو اللمسه اللي خاصه بك سهام بوزوبع؟ واش كتصوبي شي حاجه سبيسيال ديالك؟ انا اللمسه ديالي سي التنبات سي المعلم وي والدرز بيان سور. بحالي لابسه تبارك الله عليك في هذه اللبسه ديالك، راه خدمه باليد وباينه خدمه اليد كتبان مختلفه على الخدمه ديال الماكينه. دونك غادي نشوفوا اول لبسه اللي مقترحها علينا سهام بوزوبع، هي لبسه بالبيج وي دو بياس. دو بياس وي من التحت. انا تحت سي دو ساتان و الوغ سي لا موسلين اون با والفوق سي لا دونتيل اي اون بلوس الي من مخدومه من البسه باليد. وي خدمتي ثلاثه الاثواب في هذه القطعه هذه. وي لا دونتيل ساتان ولا موسلين. لا موسلين كنظن باش تعطيك هذيك لو كوتي كلوش ديال كلوش ديال اللبسه. اكزاكتومون. كما فاش كتكون تتمشى السيده تتحس بديك لو كوتي فابوغ. الجوهر هو اللي كاين في الصدر وفي المدمه. اكزاكتومون وي سي الجوهر تنبات الحجرات وتتبقى لبسه خفيفه يعني خفيفه في اللباس ديالها. وزدتي في المسلين المسلين درتي فيها هذاك الوغ لو رابيل ديال الجوهر اللي كاين الفوق درتو في لا جوب. شنو اللي كيجذبك في القفطان المغربي يا سهام بوزوبع؟ ولا الاناقه ونخوا شياكه. و درتي دراسه في الميدان؟ وي وي نعم. فاس دائما؟ فاس دائما ان شاء الله. غنشوفوا لبسه قطع اخرى هذه تنظن بانها من البروكا. سي دو بروكا وي. القفطان التحتاني هو بالمارون. بالمارون فوالا وبزواق المعلم وتنبات. غزالة تجي هي الحقيقة. أنا النصيحة من هذا المنبر اللي غنعطي للسيدات كلهم قبل ما ياخذوا أي قفطان يلبسوه يقيسوا عادي يحكموا عليه، حيت الواحد فاش ما تيشوفش القفطان. انا قبيله فاش شفت القفطان قلت لها لا محاش يجي معايا، ولكن فاش نشوفه ملبوس بحال هكا تيجي. او انا عجبني عجبني فاش شفته انا عجبني. هادشي علاش تنقول هاد النصيحه هادي. دونك المضمه شنو هذاك الشيء اللي فيها بحال الوغ هذاك قفل 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 ومنبت هو انا تبارك الله عليك. دونك تنلقاو يعني بحال طوش ديال فاس في المضمه. بغيتي تحافظي على ذاك الاصاله المغربيه الفاسيه فاسيه دونك منبت تاهو بالاحجار تاهو بالاحجار الخدمه اللي درتي تاهو الخدمه المعلم وي والتحتاني باش مقاد سفيفه هذيك سفيفه رقيقه سفيفه رقيقه والقفطه اللي من بالبني من التحت بأين أين نوع ديال الثوب سي دو ساتان تاهو تبارك الله تلبسه غزي ولا حتى حتى قبيله كنا تنهضروا كاينين عندك دي تخوا كاغ الكمام. شنو هما لي توندونس؟ كنظن بان واو كلشي تخوا كاغ ولا كميمات طوال ولا هذا راه حسب الشهوه والذوق ديال كل سيده بغات. هذه لبسه متميزه يعني تلقاو القميص وعاد فوق منه لا جوب. لا جوب اكزاكتومون لا جوب من الفوق كلها بلا دونتيل. هذيك هذيك الفوقاني سي لا دونتيل الوغ في على ما بيدي. شنو هي الوغ لا دونتيل ماشي هذه اللي كاينه الفوق لا دونتيل اللي كاينه في الصدر وعاد منبته على ما تبارك
تبارك الله عليك. وحتى الحجر الاحجار تما منبتين منبتين وي قطب وي 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 تتبان وحتى الكم ماشي مخالف وي بلا موسلين سي دو لا موسلين الوغ هذاك سي دو ساتان والكميمات سي دو لا موسلين والزباق اللي فوق اللي في الكميمات حتى هما سي لا دونتيل والالوان اللي ترافايي الالوان اللي استعملتها سي هم بوزوبع في هذه اللبسه هذه واش على حسب لا جوب ديال على حسب لا جوب ديال لا دونتيل نفس الوان خريفيه خريفيه ديال الموسم هذا تبارك الله عليك الله يبارك لا المنظمه عندك هي مهمه في اللباس المغربي ديالك وهذا هي parmi les accessoires ديال المهمين وي هذه اللبسه هذه مختلفه يعني هي قندوره وي قندوره بالمضمه كلها بليسي من الفوق كنظن من الفوق ودرابي من التحت الوغ فوالا سي الخدمه ديال اللي درتي هنا في التنبات بحالو بحال المضمه بحال المضمه بحالو بحالو في الظهر وي تبارك الله عليك على سهام توجور لا موسلين اي ساتان علاش فكرتي في هذا لو ستيل هذا واش حيت عجبك هذا لو ستيل درابي ولا جيم بيان لو درابي و خصو تعيلي هذا السينه تكون ضعيفه تكون ضعيفه بيان سور وخصو بزاف ياك خصو بزاف زايد بحال الفراشه دايره وي اكزاكتومون لكن الفراشه نورمالمون ما تدارش فيها الفراشه ما تنديروش فيها المضمه الفراشه كتبقى لا انا قلت الفراشه ديال الصح زعما لا لا الفراشه كتبقى يعني نورمالمون تنعرفوا بان الفراشه كتبقى بلا مضمه وهذه هذه بالمضمه اذا غنشوفوا هذه اللبسه واحده اخرى حتى هي كنظن بانها حتى هي دغابي من القدام حتى هي دغابي وي لي فرانس من القدام غير من الصدر وهنا من التحت سي بحال ان بيستي روب بيستي فوالا روب بيستي اختاريتي هذاك المزيج ديال اللوينات علاش حيت هكا يعجبك هذا المزيج كيعجبني انا لو فيغ سي ما كولور بريفيري حتى انا كيعجبني هذا اللون وتبارك الله عليك حيت المضمه الي سامبل جات مواتي مع اللبسه هذه دونك الشتا دائما تتبقى خفيفه خفيفه وي دونك دائما تتخدم انت بلا موسلين بلا موسلين وي علاش؟ ان لا موسلين خفيفه في الويد على ردات كتواتي السيده كتواتي السيده العامره والسيده اللي ضعيفه او ميم طون في نفس الوقت صحيح بيان سور لكن صعيبه في الخدمه يمكن لا شويه في التنبات اللي كتكون يمكن صعيبه ياك التنبات اللي صعيب دونك غادي نشاهدوا اخر لبسه ديالك انا عجبتني هذه اللبسه الاخيره حيت هي عباره عن ثلاثه ديال القطع يعني تنشوفوا القفطان ولا الجوب وعاد الجيلي تبارك الله عليك اسي بوزوبه في هاد التشكيله اللي جبتينا هاد الصباح وكنتمنى بان المشاهدين والمشاهدات يكونوا عجبهم هاد الشيء وخذوا افكار ان شاء الله مرحبا اكيد اذا تكلمي لنا على هاد القطعه ديالك اسي الوغ كاين هادي فيها الخفتان اون ساتان الكميمات اون تول بحال لا جوب درتي ديك الرشمه بداك اللون كوراي كوراي فوالا و لو جيلي الوغ سي مخدوم على الفلور الوغ كله على ما الوغ كله منبت على ما مصوب باليد باليد وي حتى اللون غزال زعما تخي تخي جوج الوغ سي نورمالمون هادي من جهه لا ميغ البحر الوغ سي البحر اكولوغ ديال هذا لي زيتوا دو ميغ دايوغ حتى انسبيراسيون من البحر فوالا سي سا تبارك الله عليك لاله سيام بوزوبا نشكرك اللي جيتينا من مدينه فاس وتنسلموا على الناس من فاس اللي تشاهدونا هذا الصباح تبارك الله عليك شكرا وندعوهم للفقره المواليه فقره فن الطبخ مع الشيف هديم شكرا لك لاله بوزوبا الله يبارك فيك